إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التثقيف الصحي للمراهقين. يشمل أولا التثقيف التغذوي وتعزيز العادات الغذائية الصحية، أيضا الحصول على قوت كاف مناسب متوازن يشمل جميع أصناف الغذاء وكميات مناسبة من الماء، أيضا عدم إسراف في تناول الأغذية الغنية بالسكريات والدهنيات، أيضا الحد من تناول الحلوى وما يفسد الوجبات الرئيسية، أيضا ممارسات الرياضة البدنية بانتظام، أيضا مكافحة العدوى بالطفيليات والعوز البيئي. من المهم التركيز على الطعام الصحي والإقلال ما أمكن من الطعام المعلب والوجبات السريعة أيضا والمشروبات الغازية والصنعية. أيضا من المهم الاهتمام بالصحة الشخصية والنظافة والاستحمام والنظافة البدنية بشكل عام. أيضا من المهم العناية بالأسنان ومراجعة الطبيب الأسنان بشكل دوري. أيضا ننصح بممارسة الرياضة والقواعد الصحية أيضا في وقت أيضا الدراسة والجلوس بشكل متزن وعدم الإضرار بالعمود الفقري. أيضا من المهم الاهتمام باللياقة ونظافة الملبس ونظافة البيئة المحيطة بالمراهق بشكل عام. أيضا الرعاية الطبيعية والطبية الدورية الروتينية مثل استكمال اللقاحات اللازمة إذا كانت في لقاحات، أيضا الاهتمام في نمط الحياة بشكل عام. من الضروري توعية الشباب والفتيات في هذا الموضوع والاستمرارية في هذا الموضوع لأنه يقي من كثير من الأمراض المؤذية جدا للجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.